مرحبا استاذ عمار، الله يعطيك العافيه. يا هلا، الله يعافيك يا رب. سؤالي اليوم انا كتبته على الغرفه حول ابراج او محطات الفور جي، شلون احنا بنوزع الترددات فيها. انا اللي بعرفه انه هي كارير واحد بحسن اعمل كل محطه، فالمحطات مضبوط عندي انا مبروك، شلون بحسن اوزع الترددات عليها؟ هذا شرحته من شوي، بعد من 5 دقائق شرحته للمهندس محمد عن طريق انا نفس الكارير بستخدمه بنفس عن طريق رقم السيكتور. انا بقدر بغير عن طريق السيل اي دي. طيب انا يعني التردد واحد راح احطه بكل المحطات، يس، نفس التردد نفس التردد، واللي بيختلف السيل اي دي فقط. سيل اي دي وسيكتور نمبر. طيب لو كان في خط نظر ما بين نفرض موقع واحد وموقع اثنين، ما راح يصير في تداخل في رنج، بالترددات؟ ما بصير في تداخل لانه في السيل. انت باي اسبوع مهندس محمد؟ بالخامس. بالخامس. خليك معي اشرح لك اياها. ثواني. واضحة عندك الصورة هيك الشاشة؟ اي نعم، واضحة. تمام، ثواني بس، خليني بس نمسح كل هذول. تمام، أنا هذا البرج، تمام، أنا هاي السيل تبعه، السيل اللي هي الشكل السداسي، نعم تمام، وعندي برج تاني هون، تمام، وهي السيل تبعه. يعني عذرا لك على الحواف مشان الهاند اوفر هون عشان يسلمني تمام. للبرج الثاني، يكون على حافته. فالسيل اي دي تبع هاي مختلف عن السيل اي دي تبع هاي. نعم نمبر اوف سيكتور الموجودين هون مختلفين عن نمبر اوف سيكتور الموجودين هون، ولكن نفس الكارير ونفس الباندوس. ما بصير عندي، لانه انا هون محدد بالباور تبعي طالع من البي تي اس، انا محدد، انا ما بوصل اكثر من هون. تمام، طيب خلينا انت كده نقول هيك انه لو مبدئيا. تفضل. طيب خلينا نقول انه لو الباور من البرج الاول وصلت للباور للبرج الثاني، رح يصير في تداخل او تشويش؟ لك اكيد انت عم تستخدم نفس التردد، بده يصير في، يعني اذا كانت هي هيك، اذا كانت هي المنطقه هيك مثلا، نعم تفضل، بالضبط. ايه نعم، اكيد بصير، اكيد بصير في تداخل لانه انت نفس التردد عم تستخدمه. طيب في حال حسنت انه اغير التردد، حطيت لكل برج تردد معين. صار عندك التكلفة مليار، انت الخمسة ميجا اللي عم تشتريهم على اي باند حقهم بلاوي، فمشان ما يروح هو كل ما راح على برج ثاني يحط كوست عالي، فبيستخدم نفس الباندويز بنفس بكل المناطق اللي عنده، تمام، بس بيغير نمبر اوف سيكتور ونمبر اوف سيل طيب لو سيل انا في اي دي. عندي حريه باختيار الترددات، ما هذا الشيء ما بيسبب لي مشكله، ولكن هي القصه اقتصاديه فقط. ما في، انت الباندوز 5 ميجا حقها مليارات، فمين هو هذا الاوبريتور اللي راح يدفع حق 5 ميجا جديده مليارات مشان برج، وبده لحتى يطالع هدول المليارات اللي دفع حق هذا الباندوز الجديد ممكن 20 سنه. طيب مفهوم استاذ عمار. سؤال ثاني، وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل شيء جديد. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.